في البداية، ما هو تعليقك حول ما حدث يوم أمس؟ والله يعني بصراحة شيء يعني شيء مؤسف كثير، وين يعني أنا نسمع كلمة يعني مجلس التأديب اللي فريمون طما توشي بزاف، لأن في عادتي وفي يعني كامل ما كارير جي جامي يعني باسي هاد المرحلة اللي خلتني ما نقعدش صافي يومين. اللي كنت لاعب يعني ما قطعتش اضراب وندير كمربي ولا ايديكاتور. دونك في بعض التوضيحات اللي نقدروا نقولهم، انا كمدرب الحراس في اتحاد العاصمه، وين ما عندي حتى علاقه بهذه القضيه لا من قريب لا من بعيد، وين اليوم إذا تسمح لي تعطيني بعض الوقت. تفضل. يعني اليوم اللي صار فيها هذا المشكل، يعني أنا كنت غائب على يعني ما كنتش في الفندق، يعني دخلت يعني في وقت متأخر من الليل، وين صاروا كامل هذا يعني المشاكل، ومنظن دخلت أنا ما كنتش حاضر وما سمعتش بهم. أنا كنت على بالي بلي كاين رحلة، لكن في الليل وصلتني رسالة في الهاتف، لأن البروغرام تبدل وفيها حصة تدريبية يوم الغد، دونك اوتوماتيكمون يعني شونجمون دو بروغرام. هذا الشيء اللي حصل اللي غدوة من ذاك، أنا ما نوضش الصباح باش نروح للايروبور، حتى نوض الصباح باش نسمع باللي اللاعبين راحوا. دونك هنا فيها خلل، وعني ظلموني من هذه الناحيه، لان انا عندي مدرب هو اللي يشرف على الفريق، هو لو بريمير ريسبونسابل تاعي سو لابار تكنيك. دونك غلطونا، ويعني والاداره يعني جملت كامل المشاكل في الستاتيك. نعم، الناس قاووي قبل أن نعود لما حدث في هذا التربص الذي ألغي في آخر اللحظة، تقول بأنك اتبعت تعليمات المدرب الرئيسي، ونحن نعرف أنه مساعد المدرب، مدرب حراس المرمى، المحضر البدني، كلهم يعني تحت أوامر المدرب الرئيسي، لأنها احترافية ليس فقط من الناس قاووي وحتى من مساعدين حول العالم ككل، كلهم يمتثلون للأوامر المدرب الرئيسي والمدرب الأول. هل تشعر بأن إدارة اتحاد العاصمة بعد ساعة كاملة بينك وبين إدارة الاتحاد وجها لوجه لكلمة المجلس التأديبي التي أثرت عليك كثيرا ولاس قووي، هل تشعر أنك ظلمت في هذه القضية؟ يعني ظلمت كثير، لأن قلت لك أنا عشية ديبار للمطار أنا ما كنتش حاضر، وش صرا يعني صراو حوايج اللي داروا اجتماع بين الاداره واللاعبين والمدرب اللي ما حضرتش فيهم، يعني ما سمعتش واش قالوا. انا بالنسبه للرساله اللي بعث لي المدرب اللي فيها يعني تبدل البروغرام، كانوا حكايات من قبل، مثلا لافي يعني يومين قبل قال لي المدرب يقدر الحل نلغيو الترابص، ومن بعد قال لي لازم نشوف مع الاداره. غدوه من ذاك عيط لي قال لي او الامين العام عيط لي قال له نقدروا نلغيو الترابص اسكو عندك ان بلون بي؟ قال له لازم نجي لعندك لافي مال العشيه تاع الديبار. راح ليه، انا من بعد ما عنديش خبر اسكو الترابص تلغى ولا ما تلغاش. لوناس قاوي، اداره اتحاد العاصمه في المجلس التاديبي امس ساعة كاملة مع الإدارة، ماذا قالت لك بالتحديد إدارة اتحاد العاصمة أمس؟ الإدارة تتكلم علاش ما جيتش للمطار. أنا تكلمت لي علاش ما جيتش للمطار، قلت لهم بلي المطار ما جيتش لأن المدرب أعطاني بروغرام تاع تدريبات في بولوغين، وأنا الصباح كي لحقت كي نط على التسعة شت رسالة اللي بعثها لي تاع الكومينيكاسيون بلي لازم نكونوا في المطار السبعة، وبعثها لي على السبعة وعشرين، حنا ما شتهاش، بعث لي على السبعة وعشرين باش نكونوا على السبعة في المطار. أنا رفت الهاتف وعيط له قال لي يا ودي رانا في المطار،
الطيارة ما تروحش، وكاين محضر محضر قضائي يعني يعني شي جوستيس سور بلاس الا تحب تجي باش تسلك، قال باش تجي تسلك راسك. هل ترى بانها مؤامره لوناس قواوي ضد الطاقم الفني؟ نقول الطاقم الفني ككل يترأسه جميل بن واحي، لوناس قواوي وايضا المساعد والمحضر البدني، هل هي مؤامره من اطراف وحيكت بدقه من اجل اخراجكم من اتحاد العاصمه؟ باش نتكلم في مكان المدرب انا، واش صرا واش صرا في الاجتماع مع لبيش والصرا مع لبيش والصرا، ونهار يعني نهار الديبار الصباح انا كي الصباح لقيت لاعبين في الفندق، لقيت لاعبين كثير ماهوش واحد ولا اثنين، نصف الفريق في الفندق. دونك انا بالنسبه لي الفريق ما تفقش للمطار يوم الديبار، لكن بارامو حنا خلصناها وما جاش تاديب، انا نظن يا الموفيز كومونيكاسيون، و يعني ما كانش كومونيكاسيون بيني وبين بين الاداره، وانا يعني ستاف تكنيك حنا يعني نخضعوا للاوامر تاع لونترينور اون شيف. نعم، هل ترى لوناس قواوي في الاخير قبل ان نختم معك بانه ربما دفعت ثمن قرار المدرب جميل بن واحي؟ انا دفعت ثمن كثير، لان ديجا تسمع بلي نروح لمجلس التاديب يعني هذه ضرتني وفي نفسي، ويعني شوي تري سونسيبل بور سا، انا يعني ماشي موالف بهذا الشيء. انا الاداره لو كان كلمتني وقالت لي يا ودي عندنا مشكل مع المدرب يعني مع المدرب هذا وما تخضعش، لان الرساله اللي بعثها لنا انا استنيت رد من الاداره، استنيت رد من الاداره، بعثها لنا على 12 ونص وحده غير ربع، بعثنا المدرب يعني البروغرام تاع 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 التحضيرات تاع التدريب اليوم غد، استنيت كاش ما يكون رد من الاداره ولا من الكومونيكاسيون يعاودوا يرجعوا لنا، قال لي ودي ما تاخذوش بعين الاعتبار هذا البروغرام، يعني انا خدام فلوس ما انا نعمل فلوس ما اللي الحمد لله ما عندي حتى مشكل مع اي واحد، انا كنت لاباس بيا الحمد لله نعمل ونروح لداري ما عندي مشكل حتى اي واحد، انا شي بروفيسيونال. نعم، لوناس قواوي يعني بعد هذه الاقاله من اداره اتحاد العاصمه بكل صراحه هل هناك مستحقات عالقه تطالبون بها كطاقم فني وانت كشخصيا مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمه؟ لا، هذا الشيء قاعد بيني وبين الاداره. نعم، لوناس بيني وبين الاداره يعني هذه كان عندي عقد والشيء هذا نتكلموا انا والاداره. رسالة أخيرة لأنصار اتحاد العاصمة الذين كانوا يثقون في هذا الطاقم الفني لوناس قواوي، نفتح قوس لأنه الجميع كان يقول بأنه الطاقم الفني الحالي لاتحاد العاصمة ككل ليس فقط المدرب هو طاقم فني متمكن وكان قادرا أن يحقق أمور جيدة مع فريق اتحاد العاصمة هذا الموسم. رسالة لأنصار اتحاد العاصمة الأوفياء. لا، الحمد لله احنا بدينا الموسم يعني كنا نعملوا في يعني في واحد لا سيرينيتي، يعني كنا نخدموا كلاعبين كطاقم، يعني بدينا واحد العلاقه كانت في الملعب يعني هايله. دونك واش نقول لهم، هما فريق اتحاد العاصمه فريق كبير، ويعني نوجه رساله للانصار باش يوقفوا مع هذا الفريق تاعهم، باش ان شاء الله الفريق تاعهم اللي ما لا نشوفوه في الساحه الوطنيه وفي الساحه الافريقيه يرجع لمكانته، لانه عنده مكانه وعنده تاريخ الحمد لله، وان شاء الله احنا نولوا ان شاء الله مشجعين الاتحاد العاصمي ان شاء الله. لوناس قواوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.